أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل على وضع البرامج والمبادرات التنموية الموجهة لصالح المواطن وإشراكه في صناعة المستقبل البحريني الواعد. مشيراً سموه في هذا الصدد إلى ما تم تنفيذه من متابعة لمخرجات الملتقى الحكومي 2017 والتي تمثلت في عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في وضع المرئيات والمقترحات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومه المقبل مؤكدا سموه ان الآليه التي تم اتباعها خلال الجلسات النقاشيه قد اسهمت بدورها الفاعل في صياغه وتبني محاور اساسيه على صعيد العمل الحكومي نحو المزيد من التنميه والبناء وفقا للتوجيهات الملكيه الساميه لحضره صاحب الجلاله الملك الوالد حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والتي ستظل منهاج عمل لنا في تعزيز المكتسبات الوطنيه لصالح المواطن. جاء ذلك لدى تسلم سموها اليوم بقصر القضيبيه من سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير ورش عمل التطلعات المستقبليه لبرنامج عمل الحكومه 2019 2022 التي عقدت في الفتره من نوفمبر 2017 الى مايو 2018. حيث اشتمل التقرير على ابرز ما تم انجازه لوضع الاليات وتحديد الاولويات التي تشكل تطلعات عمل الحكومه مع فرق العمل المعنيه بكل محور اذ تم عقد اربع ورش عمل تضمنت المحاور المالي والاقتصادي والبنيه التحتيه والمحور التشريعي والاداء الحكومي والمحور البيئي والخدمات إضافة إلى ورشة العمل النهائية حول التطلعات المستقبلية، وأعرب سموه عن شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على الجهود الطيبة التي قام بها سموه ومتابعته لسير عمل الورش والنقاشات التي تمت، وهو ما يعكس عطاءه المستمر نحو تطوير العمل الحكومي بما يخدم التطلعات. كما اثنى سموه على الجهود المشتركه التي بذلها اصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء وجميع من شارك في اعداد ورش العمل وسير الجلسات النقاشيه الذي عكس روح العمل الجماعي وما اثمر عنه من نتائج. واضاف سموه ان ما نتج عن ورش العمل من اعتماد 29 سياسه و 106 مبادرات فانها ستسهم في رسم ملامح المرحله الحاليه والتي ترتكز على المواطن باعتباره المحور الاساسي لبرامج وسياسات عمل الحكومه والاستثمار فيه بما يحقق له النماء ويوفر له المزيد من الفرص النوعيه ويلبي تطلعاته بما يحقق اهداف التنميه المستدامه المنشوده. من جانبه عرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام ومتابعة لما تم إنجازه خلال ورش العمل والجلسات النقاشية مؤكدا على دور سموه في بلورة أهداف الملتقى الحكومي وتوجيهاته الرامية إلى تحفيز الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابا على كافة الأصعدة وانجاز الاهداف الموضوعه. واشار سموه الى ان هذا التقرير الذي تم صياغته وما اشتمل عليه من سياسات ومبادرات قد وضع بعين الاعتبار مشاركات المواطنين بمرئياتهم للعمل الحكومي المقبل واسهامهم في المسيره التنمويه الشامله. تاكيد واضح وجلي من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد. نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد برنامج عمل الحكومه الحالي في كافه محاوره يحتم العمل على تنفيذ ما تبقى من اهداف بتنسيق عال وتكامل لجهود الجهات الحكوميه المختلفه مشيرا سموه الى عقد ورش عمل لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي المقبل. هذا ما أصّله صاحب السمو الملكي ولي العهد في العرض الذي قدمه في الملتقى الحكومي 2017 مشددا على ضرورة مواصلة التمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول للاهداف المنشودة. واليوم يتسلم سموه تقرير نتائج ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 التي تمخضت عن اعمال الفكر وانعام النظر في مستقبل العمل الحكومي واستشراف تطلعات الحكومة والمواطنين المستقبلية وترجمتها إلى محاور ومبادرات وسياسات قابلة للتنفيذ لتستمر مسيرة التنمية والازدهار في انطلاقتها بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. تم اعتماد 29 سياسة و106 مبادرات تم رفعها من خلال الورش الثلاثه السابقه لمحاور تطلعات برنامج عمل الحكومه المقبل وهي المحور الاقتصادي والمالي والبنيه التحتيه والمحور التشريعي والاداء الحكومي والمحور البيئي والخدمات. سمو ولي العهد. اشار الى ان التحدي سيكون مستمرا ومتجددا الا انه في الوقت ذاته اكد ثقته بانه من خلال زياده التنسيق والعمل المشترك سيكون الانجاز لصالح الوطن والمواطن